وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور مشعل آل علي. مساء الخير دكتور. دكتور، يعني كيف تتوقع مستقبل النظام الإيراني الذي أصبح دعمه للإرهاب واضحا ومكشوفا وأصبحت فضائحه كثيرة في هذا المجال، ودعمه للإرهاب في أكثر من منطقة وفي تدخله في الدول العربية، فضلا عن ما يمر به الشارع الإيراني من مظاهرات واحتجاجات، فكيف تتوقع مستقبل هذا النظام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآل محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولخليجنا العربي ولأمتنا العربية والإسلامية السلامة من الأشرار والفوز والنصر المبين بحول الله تعالى بدمة رجالها الأبطال وبقادتها وبزعيمها خادم. نعتذر لهذا الاتصال، لسوء الاتصال.